السلام عليكم أعزائنا الطلاب. اليوم عندنا محاضرة جديدة بتكنولوجيا الكهرباء. نجي السؤال الثاني، السؤال السادس. مئتين كي في اي كيلو فولت أمبير، 2500 على 250 فولت، 50 هرتز سينجل فيز ترانسفورمر. ريكومند ذا فولوينج تيست ريزلت. الاوبن سيركت تيست، شنو بي الاوبن سيركت تيست؟ 250 فولت، 1.5 امبير و 100 واط، ميجر اون ذا سايد لو فولتج سايد. يعني وين لو فولتج سايد؟ اللي هو السكندري. يعني احنا هسه سوينا الفحص بالمثال الاول على برايمري، هسه سوينا الفحص وين؟ على السكندري. كيفنا تقدر انت حر تستخدم اي طرف، هو استخدم طرف السكندري. والشورت سيركت تيست شنو؟ 100 فولت الشورت سيركت و 8 امبير و 230 واط، ميجر اون ذا هاي سايد. هنا هنا فيك فحص الاوبن سيركت تيست. فحص الاوبن سيركت تيست سواها على اللو سايد، والشورت سيركت سواها على هاي سايد. اذا من اجي اطلع الاوبن سيركت شو يطلع لي؟ يطلع لي الار او والاكس او، اللي هو الار مال او نسميها الار سي والاكس ام، اللي هي مال لوسز مال كور والايرون لوسز. فذني وين راح فحصن؟ فحصن على السكندري، على جهه السكندري. ليش سكندري؟ لان كاتب هنا اللو فولتج سايد. اللو فولتج سايد هي السكندري، فلذلك هي الخسائر وين تكون؟ بالبرايمري. فلذلك لازم احولها الى البرايمري. وبالنسبه للشورت سيركت فهنا يعني اذا طلب من عندنا الايكوفالنت بالبرايمري احولها، يعني هسه هنا من اسوي شورت سيركت راح يطلع لي ار اوف الاول مون 1، راح يطلع لي 2 لان انا دافع حسب العفو، راح يطلع لي 1 مو 2. يعني الفحص الشورت سيركت صار بالبرايمري، لذلك احول اللوسز الايرون والكبر لوسز احولها الى البرايمري همينه ورا ما يطلع النتيجه. شورت سيركت هذا سويناه. Compute the parameters of the equivalent circuit and draw the equivalent circuit of the transformer. يعني هنا يريد مني رسم showing all the value، يعني مرسم لي اياه وطيني قيم كل المكونات اللي بالرسم. will be calculate the equivalent circuit of the transformer in pair unit. هاي جديدة هسه راح نعرفها in pair unit شلون راح نسويها. نجي عندنا القانون ال R يساوي لنا ال P short، بدنا نحكي هسه على الشورت سيركت. ال R يساوي لنا ال P short circuit على ال I short circuit، قسمناها نطلع لي 5. وين ال P short circuit؟ اللي هو هنا short circuit test 230 واط على ال I تربيع ماله اللي هو 8 تربيع، طلع لي 5. نجي على ال X شلون طلع؟ انطلع عن طريق الزد تربيع ناقصا الار تربيع. الزد تربيع جت انا هنا اختصرت القوانين مالي، بدل ما اطلع الزد تربيع واحد واجي اطلعه مره ثانيه مثل ما سوينا بذاك المثال، طلعته قبل خليته قانون واحد. هذا الزد تربيع هو عباره عن اي شورت سيركت على اي شورت سيركت، بس انا كله دا اشتغل وين؟ دا اشتغل بالشورت سيركت. نقصت عن الار 5 اوم، هنا الاي شورت في شورت سيركت عندي والاي شورت سيركت عندي بالشورت سيركت تيست، يطلع لي الهمين 12 اوم. وراها اجي اشتغل على الاوبن سيركت. الاوبن سيركت عندي الار لوسز عباره عن الفي تربيع على البي. هذا القانون منين جبناه؟ هذا قانون الباور الاعتيادي، قانون الاعتيادي للباور او قانون اللي تريد الار تسميه ممكن اي شيء، لان هو الار عباره عن الفولتيه على التيار. وعندنا نقدر نعوض مكان الفولتيه نجيب قانون الباور، طلع لنا هذا القانون بكل بساطه، فطلع لي المقاومه. هسه عندي هذا القانون، هذا القانون منين اجى؟ هذا القانون بكل بساطة هو عبارة عن الـ IO، هو عبارة عن جمع الـ IW أو الـ IC الكور اللي احنا أخذناه زائدا الـ IM. الـ IM ياهو هذا بكل بساطة الـ V open circuit على الـ XM شنو؟ هو IM، والـ V open circuit على الـ R core هو الـ IW. فمن نجمعهن شلون نجمعهن؟ هو فيكتور. فيا إما نجمع الماجنتيود والأنجل مال الـ IM زائد الماجنتيود والأنجل مال الاي كور، فنجمع يطلع لنا الاي او، واللي اي او اللي هو عندنا قيمته انطانا اياها بالسؤال بالاوبن سيركت تيست. الاي يطلع لنا الاي او، او نسوي مثل فيثاغورس
الاي او اللي هو الناتج يساوي لنا جذر الاول تربيع زائد الثاني تربيع. فاحنا هسه كتبنا بهالطريقه، هاي طريقه من شلون نتلاعب وندخل قوانين نص قوانين، فلا تخربطون بيها، كلش بسيطه. نجي نشوف الاي او عندي، الدي اوبن سيركت عندي، الار كور وين بس طلعت هنا هذا، العفو. المهم طلعت انا شويه التاشير بالماوس شويه صعب. الار كور عندي، الفي اوبن سيركت نفسه قلنا عندنا، شنو ما عندنا؟ عندنا الاكس ام، نقدر نطلع الاكس ام بهالطريقه. يعني احنا كان عندنا طريقه بذاك الصور حلينا الغطر، يعني طلعنا اول شيء الانجل، نقدر نطلعها بكل بساطه، عندنا الباور، عندنا الاي او، عندنا الفي، يطلع عندنا الانجل. ورا ما نقدر نطلع الانجل نقدر نسوي الاي او الام نطلع والاي دبليو نطلعه، ونقدر نطلع الار كور والاكس من عندهم. زين ورا ما سوينا ذنيها كلهن نجي نشوف، نقول نشوف هذا التيست اللي اوبن سيركت وين قلنا صار. التيست الاوبن سيركت صار اون لو سايد مال ترانسفورمر اللي هو بالجهه السكندري لو سايد مالتنا حاليا على هاي المحوله بالذات، فلذلك راح نحوله المن انه يحوله الى البرايمري، فلانه اللوسز بالبرايمري وعندنا الشورت سيركت بالبرايمري وطلعنا القيم بالبرايمري، فيا اما كلنا نحوله برايمري يا اما كلنا نحوله سكندري. فشلون نحوله برايمري؟ نقدر نطلع ورا ما طلعنا الاكس ام عن طريق هذا القانون، عوضنا الاي او عوضنا هاي، اجينا هنا تربيع للطرفين وطلعنا النواتج، راح يطلع لنا الاكس ام 173. هذا وين؟ على اللو سايد. شلون نطلعه على الهاي سايد؟ بكل بساطه تذكرون قانون التحويل، اول شيء عندنا الار همين الار كور على البرايمري اللي هو الاساسي اللي هو الهاي سايد، يسوون الار اللي طلعت اللي هو 625 في ان 1 على ان 2 تربيع، راح يطلع لنا الناتج 62.5 كيلو اوم، هاي قيمه المقاومه الار كور. نجي الاكس ام نفس الحاله، الاكس ام طلع لنا اللي هو 173 نضربه في ان 1 على ان 2 تربيع يطلع لنا 17.3 كيلو اوم. القيم مال اللوسز ذني لازم تكون كبيره، لانه المحاوله اللوس مالها كلش قليل، كفاءتها كلش عاليه، فاللوسز اللي تيارد يعبر لازم يكون قليل عن طريق انه المقاومه والمحاث يكون قيمتهم كبيره. زين يصير نرسم ايش استاذ؟ لا ما يصير، انا من ارسم شحط احط قيمه المقاومه بالاوم والمحاث بالهنري. زين انا هذا عندي مو بالهنري، عندي هذا الاكس ام مو ال، فش اسوي؟ اجي اشوف قانون اللي يحول اللي هو ال الاكس ام او الاكس بصوره عامه يساوي 2 باي اف ال، انا اريد ال، فالاف اللي هو الفريكونسي عندي 50 هرتز، فاقدر استخدم هذا الشيء انه وراء ما حفظ القانون هنا 2 باي اف، الاف 50 في 2 صار 100 باي، وعندي الاكس 1 طلع لي الاكس 1 هو 17.3 اعوضه يطلع لي هالقد من اللي هنري. وبالنسبه لل شو اسمه الاكس هذا بالنسبه لل 1، وبالنسبه للاكس ام همين عوضت طلع لي بالهنري. اذا نحل السؤال، لهنا نحل السؤال خلاص، اقدر ارسم مباشره نفس الرسم اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، مجرد اكتب القيم عليها. نيجي السؤال المطلب الثاني اللي من عندي، كالكوليت ذا ايكوفالنت سيركت فور ذا ترانسفورمر ان بير يونت. بير يونت شنو هي بير يونت؟ يعني مجرد اقسم كل قيمه على القيمه ريفرنس، انا احطها مثلا الفولتيات اقسمها على فولتيه واحده، العفو، والمقاومه تقسم على مقاومه واحده. هون السؤال هنا هاي نجي الزد بيس 2500 تربيع على 220 كيلو، 2500 هي الفولتيه تربيع على 20 كيلو، هي شنو؟ هي الباور. منين جت استاذ؟ من ناجتي احنا الباور مالنا 20 كيلو والبرايمري مالتنا 2500، ليش اخذنا هاي؟ هذا راح نسوي البيس مالتنا بالنسبه للبرايمري. للسكندر نفس الشيء، فاخذنا فولتيه تربيع على على الباور، هذا زد ما مختلفين عليه، فعوضناهن طلع لي مقاومه، هاي نعتبرها ريفرنس. هسه هاي المقاومه نعتبرها ريفرنس، ان اذا كانت المقاومه بالبرايمري وبالسكندري نجيب فولتيه السكندري نربعها هم على الباور يطلع لنا الريفرنس مال السكندري. يعني هسه عندي مقاومات بالبرايمري قسمه على 312.5، وعندي ايش قد بالسكندري قسمه على 3.125.
نجي هسه بالنسبة للاركور، الاركور وين بالسكندري كانت قيمته 625 فاقسم على البيس 2 يطلع لي 200. هي وشنو يعني؟ بير يونت، لان هي ما عندها وحده فيصير بير يونت، يعني قسمت 625 على 3.125 طلع لي 200. الاكس ام بالبير يونت شكيت 173 قيمته، هذا وين كان من اخذت ال 173؟ كان بالسكندري، لذلك اقسمه على الزد بيس 2. زين، والاكس 1 كان بالبرايمري اقسمه على زد برايم، والار 1 هم كان بالبرايمري فاقسمه على زد برايمري زد بيس 1 وهكذا. وهذا السؤال كلش بسيط. نجي هسه للإفشنسي بالترانسفورمر، اكو نقاط لازم ناخذها بالقانون الكفاءة. عندنا the full load efficiency of the transformer at any power factor can be obtained as. عندنا احنا اتفقنا انه الفول لود، فول لود efficiency هي عبارة عن الفول لود VA في الباور فاكتور، طبعا لان احنا نريد باور، فالS اللي هو الفولت امبير في الباور فاكتور يطلع عندنا V على نفس اللود مالتنا زائد اللوسز. هاي بالنسبة اذا كانت الحمل مالتنا فول لود. زين، اذا كان عندنا حمل مو فول لود راح يتغير لنا القيم. طبعا قلنا الـ PI هو الايرون لوسز، والـ PC الكبر لوسز، هذا بالاوبن سيركت نطلعه وهذا بالشورت سيركت نطلعه، والـ FL هو الفول لود. زين، إذا كان عندنا مو فول لود ايش راح يصير عندنا؟ أخذنا بالمحاضرة السابقة إنه اللوسز الأرون لوسز زي نفسها زود ما يكون اللود مالتنا، بس الكبر لوسز تتغير ويا التيار مثل ما شفنا وبالمحاضرات السابقة همينة طرقنا إلها. فلذلك نضرب في قيمة الإكس تربيع اللي هو قيمة اللود بالنسبة للتوتال لود الفول لود. الإكس هو عبارة عن اللود على قيمة التوتال لود، فراح تطلع لنا الإفشنسي هو الإكس إكس يعني جد القيمة يعني رقم هل قد لود بالفولت امبير في الباور فاكتور على نفس الرقم نحطه بالمقام زائد البي اي في الاكس تربيع بي سي. فهذا الاكس تربيع مهم، الاكس اكس فراكشن اوف ذا فول لود، يعني قيمه الاكس اكس هو الفراكشن اوف ذا فول لود. الفراكشن شنو معناه؟ معناه مثلا اني الفول لود مالي التيست اللي مكتوب بالمحوله مثلا 100 كي في اي، هاي اللود مالتي انا شغلت حطيت حمل 90 كي في اي، فلذلك ايش راح اكتب؟ راح اكتب 90 على 100 راح يطلع لي بوينت، راح يطلع لي بوينت 9. فهنا اكتب الاكس اكس نا بوينت 9 في الباور فاكتور على بوينت 9 في الباور فاكتور، ونضرب بي اي في الاكس تربيع اللي هو ايش قد النسبه اللي اخذناها همينه بوينت 9 تربيع في البي سي. ولازم نلاحظ انه الاير لوسز يظل نفس الشيء، هاي ملاحظه دائما ننبه عليها، مو بالاخير اجي بالامتحان الك واحد حاط الاكس تربيع بصف البي اي، البي اي من اللي عبيها تطلع مره واحده وتحط مهما كان اللود مهما كان التغير باللود. عندنا هنا هوم ورك، هذا الهوم ورك مطالبين به الى الاسبوع القادم، اخر يوم الاسبوع القادم راح احدده بالاسايمنت، راح تلقون اسايمنت جديد مكتوب بي هوم وورك المحاضرة الرابعة، تكتبون بي السؤال ويا ريت يكون الحل ايزي، يا ريت على طريق بي دي اف تسويها بي دي اف، عندكم طرق هواي تسوون بي دي اف، يا اما تستعملون برنامج كامس يعني تحلوه بيديكم وتطقوا له الصورة وتدزوا بكامس كان كامس كانر، برنامج موجود على ايفون او الاندرويد نفس الشيء، يا اما تكتبوا لي اياه بالوورد تحلوا لي اياه. وبس لازم تراعون الشيء الاول انه هذا يعتبر تقرير، والتقرير لازم صفحة الاولى اسم الجامعه واسم القسم واسمك والماده واسم التقرير، اكتب واجب بيتي للمحاضره الرابعه او تكتب هوم ورك 4 شوف شلون انت تحب تكتب، وتسلموا لي اياها وعلي درجات. عندنا هنا السؤال الاول السؤال الثاني ثالث رابع خامس سادس، ست اسئله بسيطه طبعا عليها درجه، هاي درجه تساعدكم بال شو اسمه درجة السعي ودرجة الكورس الثاني، فحلوها بطريقة صحيحة، ورا ما تحلوها بطريقة صحيحة أنا راح أحلكم إياها إذا شفتكم عندكم أغلاط، نسوي فيديو أو نسوي اجتماع بالزوم ونشرح لكم أغلاطكم شنو كانت. شكرا لكم ونلتقيكم بدرس قادم إن شاء الله، مع السلامة.